زهراء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مساك سيد. حياكم الله تفضلوا. سيد أنا عندي سؤال وأتمنى يعني تنصحني وتوجهني يعني عن حياتي. تفضلي. سيد أنا عندي زوجي يعني تصرفاته كل سيئة وياي ومن ناحية يعني الشك يعني إذا أقل على شيء أو أبرر تصرفي يقوم يضربني ويأذيني. يعني ما كان هو بالبداية هيك بس هو بعدين تغير عني. يعني أنا لي 6 سنين من الزوجة. نعم. وعندي بنات 2. نعم. ويعني هسا حاليا أنا صار زعلان منه لي 3 أشهر. وما يعبرني نهائيا. ومن ناحية يعني الضرب يعني أنواع الضرب. سكين، واير، أي شيء. شنو يشوف يضربني بيه. نصحتك سيد بهذا الموضوع. خير إن شاء الله تعالى. في واقع الحال المشاكل الاجتماعية كثيرة جدا يعني واقعا يعني نتلقى كثير كثير من المسائل الاجتماعية. لو أقول لكم أنه مئات المشاكل الاجتماعية نستقبلها شهريا فهي ليست مبالغة. وهناك كثير من المسائل الاجتماعية يجاب عليها، نحن نجيب عليها على حال بالتطبيق المجيب نجيب عليها. وهناك قسم يسمى على حال شؤون الأسرة ونجيب عليها بأجوبة عديدة. الأخت الكريمة في هالشكل برنامج مباشر عندها مشكلة ويا زوجها، زوجها يعنفها ويضربها وحسب ما تقول أنه يضربني حتى بوسائل مؤذية جدا يعني. فهنا الأخت لابد أن ترفع أمرها إلى أهله، والدة، والدتة، عمة، أعمامة، أنه شنو هالتصرف هذا؟ هي زوجة لو شنو؟ لو عبدة، حتى العبد هالشكل ما يسوون فيه. فأكو مشكلة، مشكلة وين؟ لابد أن نسمع أيضا الزوج، وين مشكلتك بابا أنت؟ ما مرتاح لها؟ ما متفاعل معاها؟ طلقها. ليش أنت تعنفها يعني؟ وانت يعني انت عندك مشروع اخر او معجب بوحده اخرى، خلص اترك هاي المره المسكينه وروح اتزوج. ما حد داق بابك تعال انه الا تعيش مع هذه بنكد ومشاكل. مشكلتنا احنا يعني كبشر غير واعي، لما يصير عندنا اي يعني اي مشروع لابد نهدم مشروع اخر. ستريد تتزوج زوجه ثانيه مو مشكله، لكن اعدل ويا هذه، لا تضربها، لا تعنفها. ما مرتاح لها حل المشكلة، أما ضرب وتعنيف وإهانة وكذا هذا لا يجوز شرعا. فيمكن للأخت أن ترفع أمرها الجهات المختصة، ترفع أمرها الحاكم الشرعي أن هذا عايفني، حسب تعبيره يقول 3 أشهر ما معبرني أصلا ما يدير بال. زين هذا قطعا أنه عنده من هنا وهناك اللي هو ما يدير بال انه زوجته ما موجوده، اطفاله ما موجودين، يعني اكو عنده مشكله لو نفسيه لو سلوكيه لو اجتماعيه لابد ان يلحظ وتحل. اما تركها هالشكل اختي مو صحيح. يعني والدش خليه يروح لاعمامه، يروح لعشيرته، يروح للمحاكم، يرفعون الامر للمحاكم، عسى ولعل ان تحل ان شاء الله تعالى.